50 مليار ريال يمني حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الرياضي على مدى 300 يوم من العدوان بعدما دمرت آلة القتل والدمار السعودية 50 منشأة رياضية. لعقود خلت والشباب اليمني يتطلع إلى اليوم الذي يجد نفسه أمام منشآت رياضية بمواصفات دولية، وتحول الحلم إلى حقيقة باكتمال الصورة من خلال الطفرة باستضافة بلادنا خليج 20 أواخر العام 2010. لكن عدوان جارة السوء الكبرى السعودية ومن حالفها قضى على كل ذلك وحوله إلى أطلال. مع اليوم 300 من العدوان السعودي والاستهداف الممنهج للمنشآت الشبابية والرياضية، تجاوزت خسائر هذا القطاع 50 مليار ريال يمني بحسب التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة لحجم الأضرار التي لحقت ب50 منشأة رياضية موزعة بامتداد الأرض اليمنية. الحالة الأولى لحملة التدمير الممنهج ضد قطاع الرياضة والرياضيين كانت في 9 من إبريل استهداف استاد 22 من مايو في عدن، قبل أن يمعن العدوان في حقده دفين بتدمير نادي اليرموك في صنعاء بعد ذلك بثلاثة أيام. وفي اليوم ذاته 12 من إبريل لحقت بالاستاد الدولي في إب أضرار بالغة جراء الغارات التي تمكنت أيضا من الصالة المغلقة في المحافظة. ولم تقف الحملة المسعورة عند ذلك، مواصلة ضرب مقرات ومنشآت نادي الصقر الرياضي في تعز، وذلك في 19 من إبريل قبل إلحاق الدمار بالمنشآت الشبابية والرياضية في حجة وصعدة وذمار، المنشآت الواقعة في مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء، إلى جانب تلك المشيدة بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كانت ولا تزال طعما لنيران العدوان. وما صباح أمس الثلاثاء ببعيد عندما وجهت قوى الحقد الدفين صواريخها صوب تلك المنشآت جاعلة منها بقايا ركام، في تحد لأعراف وقوانين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي الداعية إلى تجنيب المنشآت الرياضية وإيلات الصراع والحروب. الخسائر المادية التي مني بها القطاع الرياضي باهظة الثمن، سيما إذا ما تعلق الأمر بعامل الزمن، فهذه المنشآت بحاجة إلى سنوات كثيرة لإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان، غير أن طريق أحفاد ذي يزن قدرهم دوما يد تبني غدا ويد تحرس مجد الوطن. تامر عبد الوهاب، اليمن اليوم. في تعز